في صيف عام 1996 شارك المغرب في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. موروكو. وضم الوفد المغربي 34 رياضيا ورياضية تنافسوا في 7 رياضات مختلفة. نجح المغرب في إحراز ميداليتين برونزيتين في هذه الدورة. تعد ألعاب القوى من أبرز الرياضات التي حققت فيها المغرب نجاحات أولمبية منذ بداية مشاركتها في عام 1960. في دورة أتلانتا برز اسمان مغربيان في عالم ألعاب القوى، صلاح إيسو وخالد بولامي. تمكن صلاح إيسو من الفوز بالميدالية البرونزية في سباق 10,000 متر رغم المنافسات الشديدة من عدائين عالميين بارزين مثل هايلي جبريسلاسي وبول تيرغات. كانت ظروف السباق صعبة بسبب الحرارة المرتفعة، لكن حسو نجح في تحقيق إنجاز مهم للرياضة المغربية. أما خالد بولامي فقد أضاف ميدالية برونزية أخرى للمغرب في سباق 5,000 متر. استطاع بولامي أن يستغل سرعته النهائية في الدورة الأخيرة من السباق ليفوز بالمركز الثالث. خطف البطل البوروندي فينيسيت نيونغابو الذي حقق زمنا قدره 13 دقيقة و7 ثوان و96 جزءا من الثانية. شكلت هاتان الميداليتان البرونزيتان إنجازا مهما للمغرب في هذه الدورة، وأكدتا على قوة العدائين المغاربة في المسافات المتوسطة والطويلة خلال فترة التسعينيات. هذه النجاحات عززت مكانة المغرب في تاريخ الألعاب الأولمبية وألعاب القوى العالمية.